العلم الفندي علمتني يا ناس تحارب على موليت هذاك اللي يجيك زمن وتحاربهم، لا ما يخليك تسيء الظن بالدنيا كامل، تدخلهم دخلت يا واكل قوتي انا وعلموت. يا عزيزي المشاهد انا اللي مفهمك هنا، اشرح لك ليش انت ليه يجيك وقت تحارب الناس اللي كنت تحارب على مولي. عموما حتى الى عدو ما هم عداك ليعودوا افكارك، يعودوا اسباب اهدافك وعندهم تاثير على شخصيتك. فيك اصلا من الوقت انت تحارب بكانك توصل شخصيتك الحقيقيه اللي غالبا اللي تعود فخور بها وراضي بها عن نفسك. طيب مين للدنيا فر اللي تاخذ لك الا مولانا؟ عزيزي رزقك هو اجلك، انت ما توعى كل نهار تعدل تشكل قلبك تشو كان يشتغل والله، انت خليك تبيض فيسد وهو يشتغل، انت ما عندك لا حول ولا قوه وهو يشتغل من اول نبضه الى اخر نبضه، لان رزقك عندك عدد كذا من النبضات في الدنيا. كذلك انت خليقت يشير ما تقدر تتكلم ولا تسوي شنو ولا تقدر تقول انا جعان، فالرزق يجي لوالدتك وهكذا هي ترعك. رزقك شئت اما بيت ما هو انت اللي متحكم فيه، انت يا تطلبه بشكل صح فمولانا يسيرك للخير لك، يا تطلبه بشكل خاطئ فمولانا قادر يعطيك كانك تملك فمك، تعطينا منك لا. رزقك هو اجلك ما تقدر تدفع عنه. تم قاعد يلينجك واحد يقول لك انا جبرت لك شغل، تم واقف في منطقه معينه اذا انت جبر وتتمشي بك، تخرص الفيديو وانت في دار ووطن وسطره. ليفر ما انت هو اللي سبب فيه، ليفر ما انت هو اللي وعيته قلت على انك ليه تسعى له نو، ما عليك ما هو تسعى وتطلب من مولانا، لان مولانا كريم. يقل اتعدل القلق كي واحده بايعه شرفها تزني عادي وشرات وتم من ذي الفضة وتكتب هذا بفضل ربي، لا إذا ما ترضى ذلك ما تتأثر. سواء حققت وعدلت من أمور اللي تم الدور أكثر واللي تشوف غيرك عنده أكثر، فأنت اللي تطلب أكثر واللي تسعى ياك تجبر أكثر، لأن احنا هكذا دموقتنا موسين على الإنفينيتي لا نهائية. الناس يدوروا يوصلوا القمر ويدوروا يكتشفوا الكواكب الأخرى والدنيا إيش فيها، خرصوا تحت قرعكم اكتشفوا ذي اللي بين قرعكم هي الأولى. نحن دموقتنا مصنع لها كذا، في ذاك علم بحار العالم فتكتشفوا منها بس 4%، فإليه ما تعلم راسك على انك ترضى بأتفه الروايات، إليه تجبر على الدنيا فرتراك بتعليك وانت ما عجبك ايش يسوي شنو، ده ما عجبك. عزيزي المشاهد عود طيب وسهل في المجتمع، ليش؟ لأنك انت إلى كرتك وتو متت عادي، العالم سالب واحد، ماينس وان. لأنك انت نقر القابة بأي حيواناتها صفر، دون باس فيشت صفر، انقر تكييف مناطق الحرة صفر، صفر انتاج، صفر كاريزما، صفر نجاح، سالب واحد من العالم عادي. انا نعرفك حقيقتك بدل ما الدنيا تعرفها لك وشفك نفسك هذاك الوقت. نصيحة مني لك على انك تدعي بروايات مفيدة لك انت اصلا، لان حضرتك تدعي لها بروايات تافة، اسمح لي بس دي الحقيقة، لا تموت سابق ميعاد موتك، قوم انوي خطط ارقب قلب، لانه بكل بساطة الغني ما يملك ما لا يشتريه المال. لو عندك اهلك غيرك يتيم، تعرف تعدل طعامك فغيرك يشتري، لو عندك اصحاب قاعدين تضحكوا جوك ونقر قهوه والله ذم غيرك راكب فيراري قاعد وحيد مستحفظ. نعم انا اقول لك ذا وانا من نفسي ماني مقتنع به. الغني ذاك اللي ملك معاني ما هو ورق، ما هو الورق هو اللي ملك. غني ذاك اللي وقف كامل إدراكه ووعيه مبتسم للحياة وراضي، ما هو ذاك اللي غيب وعيه بخمور مخدراتي بس كانوا يبتسم للحياة. عزيزي المشاهد خلاص الموضوع، كثر من الحمد لله، ارضى ارضى، تم حاول على انك ترضى.